إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة، عادين الله منها وإياكم. سودو دول الليل ودرسي كلا يدرس تاني كتاب كي نورين شري دعوين كود بيا يدمت كادونك أو لي هاي العلامة الشيخ محمد حسن وحن كبلا منا بقى لابق يشني يطبن فصل هل القاتل وزاني من توبة وحن كسوها لأن الدنوب تكبائرتها أما علامات كساعدة كوة يرير كوة وين وين إيمان دونان كتاب كنا وحوك هذا يا سين هرأو شاقني أحداثة أما دعضوين كوضن بي أدونك حلقة ودماتك كتره أحداث النهاية ونهاية العالم دعضوين كوضن بي دماتك أدونك روح ذا أي نكبل وني برزخة كتاب الفتن ضياع الأمانة دلك يزينة ينسو آخرنا علامات كلنا ويسو صعدان والدين تولع عاقل ونقضو بنت شهادة زورك وبطا موت القفل هو بطا وحا بدن دوانا بركة در هذا إيا بخلقة ربادة عيا بدن دوانا علمي قال لقبان دوانا جهلي قال بدن دوانا مسيح الدجال بصوبح دوانا نبي الله عيسى سودق دوانا يأجوج يوم الجوج أي مرت أي صباح دونا دلو الشمس عد عيدا كصباح دون ترينا عقل بيتك نفخذ هراء أي عد دون تا نفخذ الضمير إسوسارك دتك قيامه ولا تاجني هاي دتك وجوه ريالك الحسابين دونا إما إلى النار وإما إلى الجنة ميزان كي حسابته وهل مجر أي كتاب كنا كتاب سين مركز دوا حن مرينا توبات ملايين هندونوب تين صوشة جناي دلك يسناد إيو ومن علامات ساعة مرت كورن دونا يرير كمدة أحبتي في الله وشيخ يلي لقد تحدثت في الفصل السابق وحنك جور رمي في أشراد ساعة عن هاتين العلامتين لبدن علامات والزندة يدلك وأنا لبدن أدون كمان توقف بدن الخضيرتين وخطر سن وهما كثرة القتل دلك أوبته وما أنت أدون كأدمي وكسجني هاي وانتشار الزنا الزنا ضبطة وانهيت الفصل بهذا السؤال وحنفصل كم كسور دمية توبضة ايو دنوب تاس واتصور انك واتصور ان كثيرا من احبابي من اخواني واخواتي في انتظار الجواب على هذا السؤال مهم الا وهو ان بدنا ولا لها كم اذا وحي ايقا سوغيين وكتابك اخريا اما الدروس تي شيخ الله شرك وكتشيدين اي كتاب كان لقى قريد اي سنة اي أما أنك بهدنا دقي سنة هل القاتل وزاني توبة قفك واحد لا أما الزني استتوبة ملي هي شيخ حلو الجواب نعم جوابته ها وينبود بدون مقدمات أما مقدمات كوبك أدونت أن يضع عقار هرنا عن لسمينين توبة وإليه فلقد قال الله تبارك وتعالى إلهي با وحيدي انتبه لصفات عباد الرحمن الجميلة الضومة الرحمن إلهي وكشاقي سورة الفرقان صفات كودة وحاكمة إلهي وحيدي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر مؤمنين تا إلهي جعليه وكوة إلهي معيسى أن إلا توغينين إله كلاان لتوغينين ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق وكو النف إلهي كحار انتميي أن ديجي دادينين ولا يزنون وكو أنزني زنين ومن يفعل ذلك يلقى أثاما مد إيه كمد هدو أرنتها كل عو وحضر يسيها إنو الدنبابي يضاعف له العذاب يوم القيامة ما ننت قيامنا ما ننت قيامنا عذاب كو الله من لابيا قفك حق دردي كداديي أمزي ندى حراشة دي أو محانك رضا إسكبان نيستي ويخلد فيه مهانة نار جهنم أي لغو إهانين أي كواريان هدي حلاشة دان هدي أي إسكي استعمالي جرونان كتوبت كنين أو إلهي ودونو حكمت ديسوين عقابتنا
waxa weeyaan in badan bay ku jirayaan ilaa man taaba waa kan mid toobad keenay oo soo laabtay mooyaane ilaahay u toobad keenay wa aamanay iimaan laga helay wa camila camalan saalixa camal saalixana la yimi ila toobadda waxaa lagu gartaa waa inaad ka murugootaa wixii oo aanad ku noqon od gacanta kala baxda hadduu bini aadam xaq u leeyahayna waa inaad iska celisaa marka kuwa toobad keenay ee iimaanka laga helay camal saalixana ka dambeysiyey oo toobadooda la aqbalay fa ulaa'ika kuwaasi yubadilu llaahu ilaahay wuxuu ugu bedelayaa sayi-aatihim xasanaat xataa xumaanahay la yimaadeen wanaag buu ilahay ugu bedelayaa wa kaana allahu qafuuran raxiima ilaahayna wuxuu ahaday ilaah dembidhaaf badan oo raxmad badan ee waman taaba wa camila saalixan ninka toobad keena oo camal saalixa la yimaada fa innahu yatuubu ila allaahi mataaba kaasi ilaahay buu toobad u keenay toobad keen yaa lahum min fadlin wayaa lahum min karam alla wanaagsanaa buu yidhi waxa gallad u sugnaatay iyo karaam iyo sharaf ilaahay wuxuu yidhi qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim muuminiinta addoommadeeda waxaad ku tiraa kuwa naftooda ku xadgudbayow ilaahay baa saaleh fallahu jalla wacalaa yansibu almusrifiina calaa anfusihim lahu ilaahay addoommadiisa yaa cibaadii buu ilahay leeyahy addoommadaydow alladiina asrafuu calaa anfusihim naftooda ku xadgudbayow marka qofku hadduu dambaabo ilaahay subxaanahu watacaala weli addoon buu u yahay ilaahayna weli wuu jecelyahy lidaalika ilaahay baaba inoogu dhawaaqayo leh war addoommadayda naftooda ku xadgudbayow laa taqnaduu min raxmati illah yansibu almusrifiina calaa maratay anfusihim lahu ilaahay baa naftiisa maratay u nisbeeyey kuwa dembiilayaasha ah fayajcalahum tabaaraka watacaala cibaadan lahu wuxuu leeyahy addoommadaydii baa tihiin uma yaquulu laa taqnaduu min raxmati illah addoommadayda xadgudbow raxmadaha ka quusanina ilaahay ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilaahay dunuubta ugu dhaafaa innahu maxaa yeele alle huwa alghafuur waa ilaah dembidhaaf badan oo raxiimu raxmad badan rabbana tabaaraka watacaala aayad kale wuxuu yidhi ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi ilaahay ma dhaafo in loo shariig yeelo suuratu nisaa wahuwa dambu lwaxiid alladii laa yakfiru ilaa maaratay alaa wahuwa shirk laakiin wayakfiru ilaahay wuu dhaafaa maa duuna dalika liman yashaa dunuubta isagoo xataa qofku aanu toobad keenin ila shirkigana haddii laga toobad keena waa la dhaafaa laakiin dembi ka waran qofkii dembi kasta uu sameeyey isagoo dembi kasta sameeyey buu ilaahay la kulma hadduu mushrig ahaa la cafi maayo hadduu mushrig ahaa la cafi maayo laakiin wixii kale xataa haddaanu ka toobad keenin ilaahay wuxuu yidhi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa intaa shirkiga wixii ka sokeeya xataa ilaahay qofku doono wuu dhaafaa lidalika xataa almushrik hadduu sheekhu wuxu yhi hadduu mushrigu intaaba hadduu toobad keeno taaba allahu caleyh ilahi waa ka toobad qablaya wa kayfa yatuubu almushrik mushrigu see buu toobad keenaya bian yakhlaca waa inuu ka siimaa bian yakhlica waa inuu ka siibmaa oo ka baxaa ridaa ashirk waa inuu iska siibaa an yakhlica waa inuu iska siibaa ridaa ashirk go-a uu huwan yahay shirkiga iyo dembiga calaa catabati alislaam watawxiid markuu islaamka gelayo irideeda waa inuu islaamka iridiisa waa inuu shirkigiisa ka saaraa iyo tawxiidka iyo iimaanka waa kow wayandimi calaa maamada min shirkin wa cisyaan wixii uu dembi hore la yimee shirki iyo cisyaanana waa inuu ka murugoodaa maratay wayashracu bacda dalika kadibna waa inuu bilaabaa maratay fii camali saalix waa inuu gudagalaa alladii yuqaribuhu oo u dhoweynaysa min alraxmaani alraxiim ilaaha raxmaanka ee raxiimka marka waa inuu wixii u dhowaanaya marka uu sameeya oo camal saalixa ah xiina idin yaqbalu llahu maratay subxaana watacaala tawbata ilahay toobadii uu ka aqbalaya bal yafraxu llahu jalla wacalaa maratay biawbatihi ilaahay awbadiisa iyo soo noqodkiisa wuu ku farxaya wahuwa alqaniyu can ilcaalamiin ilaahayna addoomaha oo dhan iyo caalamkaba qani buu ka yahay qaala tacaala ilahay baa wuxuu yihi yaa ayuha annaasu antum alfuqaraa war dadkii ow idinku waxaad tihiin qaar fuqaroon waxba haysan ila allah ilaah keligii baa u baahan tihiin fuqaro ilaahay baa u tihiin antum alfuqaraa ila allah wallahu huwa alghaniyu ilaah waa ilaaha qaniga ee deeqtoona ee alxamiidu mahadda badan ee la mahadiyo in yeeshaa hadduu ilaahay doono yudhibukum wuu idin tagsiin waya'tii wuxuu la iman bikhalqin jadiid abuur cusub iyo khalqi cusub ayuu ilaahay keeni intuu idin tagsiiyo wamaa dalika cala allahi bicasiis ilaahayna arrintaa kuma adka marka qoomku hadday duloobaan oo iyagu ay xumaadaan ilaahay intuu halaagay inuu ummado kala keeno way dhacday intaasoo yacnihi ummadood baa ilaahay intuu tirtiray ayaa ummado kale meeshoodii la keenay
فأقبل على الله والشر. إلهي قابل ولا تخف يا ما وقعت في كبير الزنا في كبيرة الزنا قفك كبيرة الزنا اللي لا كل عيو. إلهي قابل أو إلهي وطوبت كان وأقبل كذلك يا ما وقع في كبيرة القتل منك الدلك كبيرة اللي لا كل عيو. إلهي سو قابل ولا تخف إلهي كبقا والله سيفرح ربك والله بشيخ يري سيفرح ربك بتوبتك وعودتك إليه لا تيأس. إلهي وحكو فرح دونا توبت توبت كانتو ينقش هذا إلهي وصان نقطه وكو لا تيأس هكام رجون أو هقوصا ولا تغند ما دمت هكقوصا أنت أتكس أنت هاي توحد الله سبحانه وتعالى مد إلهي وحدة هي أنت هاي موحدة إلهي هكقوصا وما دمت مرتي تتبع مرتي الحبيب رسول الله أنت تسند الرسول كراعي سنة إلهي هكقوصا فنحن مرتي بشر أنك بشر بان هاي ويلي دد بان هاي لسنا الملائكة ملائك منهن مرت بررح إلهي إلالي وكو ولا شيادين المرضى شيادين تا إلهي بديدي نحريستا كقوستا يا حمانتا وبن بحين منهن لبدا من منهن بل نحن نفوس البشرية دد بان هاي بشر فيها الإقبال والإحجام مر إلهي بان قابلين وشعلانين والإحجام مر ندبان ستاقين وشهودة إيا شيطان كان نقحوك بدنايا فيها الخير وشر أنها شر إيا خير بان نغسوغن هذا بشر كان هاي فيها الحلال والحرام حران إيا حلال بان نغسوغن فيها طاعة والمعصية إلهي مروان دعصنا مرنا وان عاسينا فيها الفجور والتقوى مر إلهي مرتي تقوى ديسا أيان مرتي نلتقي سوان أوينا مرنا فاجرنا بان كل عينا فيها البعد والقرب مر إلهي بان ندوانينا مر إلهي بان كفغانينا بشرك أيا سداسة وقبل مرتي بشرك وقبل عليا إلهي باليدي قرآن كوحو كل أرتي قال الله تعالى والنفس بان كل أرتي بيو لهيدي نفتي بان كل أرتي أنا بوري يو ما سواها أي والذي سواها إله مرتي نفتا سوغي أو توسيي أو قروح دا ويالي أو وحا بشرك كدقي خلقك إلهي وأبوريك وقروح دا بدن أو فألهمها فجورها إلهي وحكو إلهامي إني ماركا نفتا سفاجران نغطو إبليس يو نفتي دو يو هودي دو أي كقال نغطو وتقواها أما إلهي وحكو إلهامي إني نف إلهي كبقيس نغطو إيه قذف لحم من زكاها بالي مروا البكوة الليبانية وكوة مركي إنت حمان كل عان دب السفير صدا وقذف لحم من زكاها دوينا إصطهرة كوة مرتي تزكية قذف لحم وحا الليباني من مرتي دول مرتي قذف لحم من زكاها محيوس كالظهيرة يا دي اللي هو الدنبيلي قفك بشر كي هدان الدنبيابين إصطهيري بمايو لذلك محينو سلادو تكنينا محينو سومينا محينو حجينا حين دعوة أشيقنا حين خير كي صامرنا حين حمانت سقريبنا لأن بشركو إنو قبيل عليه أو دنبابو أيو كسمي سيها قذف لحم من زكاها وحلي ماني كوا إصطهري وقد خاب وحاهوغي من دساها كوا مرو البهوس إسوسي لغا إستولية دنوبتا إيا معاسد إيا حمانتا كوا مارتا يعني هي سيدا مسقوشة أوكالا كودا باشا إيا أن مسقوشة كبحين إيا أن توبت كينين كوا ساليتا لا تقول بوري أنا وقعت في كبيرة مرتي أنا وقعت واحد هذا هأرن أنا وقعت في كبيرة الكبيرة في كبيرة 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 وين دنبي وين وين ما كنا هأرن فالله جل وعلا أكرم وأجل إلهي وككرامة بنيه ووكوينيه من أن تطرق بابه إن الباب كيس أنت أتقرأه ثم يغلق الباب في وجهك انت البابك الهي كراعدين الهي البابك كاحده الهي وكو عيه وككرامه بديه بل وح كورن مانت انت قال ساك وابريستي ان قال ولي الهي وحدوني انت ويديستي وسيي ام سقال يا ام سم منافق يا ام سم مجرم يا ام سم مشرك او باورت ادونك او قالسن با ساك الهي انت ويديستين يعني وحي وباهين الهي سي الهي وكريم ما نبو لسو يا كوا فأقبل عليه إلهي قابل أضم مؤمنا أضم مسلنا ولا تغند أبدا من رحمة الله تبارك وتعالى إلهي رحمة دي ساكا قوصا أيها الحبيب اللبيب كمارتي أنت أراها اللبيب كأغلق بدنه وحولها أنت قد مرتي استمعت إلى شيء من كتاب الله تبارك وتعالى وذي قاعد لقيس شيء كتابك إلهي كأدلة الواضحة وحد لقيس دليل عد عد ونصع
calaa ana allaha jala wacala ilaahay inaanu laa yaqliqu baaba tawba ilaahay albaabka toobada inaanu xidhin fii wajhin man aqbala ilayhi taa'iba qofka wejigiisa ilaahay mid usoo noqday u toobad keenay inaanu ilaahay wejiga afka kaga dhufan oonu ka xidhan waynu aragnay buu yidhi maadaama dalika qabla an yuqarqir inta aanay naftaadu halkaa soo gaadhin maaratay naftaadu intaanay xurtoonka halkaa soo gaadhin oo naftu aanay kaa baxaynin inta ka horeysa ilaahay wuu kaa aqbalaya waqabla an tadluca shams aad ceeddu intaanay kasoo bixin min maqribiha xagga galbeedka wasataxadas maaratay can hadihi alcalaama bitafsiili in sha allahu maaratay maaratay almalik ljaliil idanka ilaahay wuxuu yidhi saacaadka qiyaamahay kamid tahay cadceeddu markay kasoo bixi doonto dhinaca galbeede waynu ka warrami doonaa markaynu gaadhno si tafsiila haddii ilaaha maaratay boqorka ahi ee jaliilkii inoo ogolaado laakiin maaratay laakiin buu yidhi maaratay laa tusawif toobadda dib ha u dhigin liana almowta yaatii baqtatan waxaa laga yaabaa geeridu adoon isugan inay kuu timaado facaahida rabbaka rabbigaa ballantiisa ku laabo alaan calaa tawba ilaahay u laabo wa cala alawba ilaahay maaratay u noqo wa anta calaa yaqiinin mudlaq biana allaha jala wacalaa sayatuubu calayk adigoo aaminsan ilaahay inuu kaa toobad aqbali doono ilaahay usoo laabo bal wasayafrax bitoobatik ilaahay wuxuu ku farxi doonaa toobadaada wa awbatika noqodkaaga wahuwa alqaniyu can ilcaalamiin ilaahay caalamiinta qani buu ka yahay fayaan maaratay naadiman war ka murugaysanow buu yidhi cala dunuubi ninka dunuubtii uu galay ka murugaysanow ayna atharu maaratay nadamik ayna atharu nadamik inaad murugaysantahay maxaa lagu garanayaa si ilaahay uu toobadda kaaga aqbalo oo albaabkiisa kuugu furo wa ayna bukaa'ak oohintaadii meeday calaa zallati qadamik lugtaadii simbiriro xootay iyo xumaantaad ku dhacday oo hintii aad ka ooyeysay meeday waclam ana rugna tawba buu yidhi al acdam runiga koowaad ee toobadda waxa weeye huwa nadam inaad murugooto calaa maa mada waxaad samaysay laysa kulamaa tadakarta aljariima takunu saciidan qofka muuminka ay markastoo jariimo uu ku dhacay oo xasuusto wuu murugoonayaaye ku farxi maayo bal yajibu an tataallam waxaa waajiba qofku inuu ka xanuunsado oo watashcur uu dareemo bijurxi fii qalbika qalbigaaga xanuunkii gaadhay wainkisaari bayna yaday rabbik oo rabbigaa aada hortiisa isku maaratay aad isu dullayso moogtahay xadiis rasuulku inuu yidhi sala allahu alay wasalam ummadda nebi maxamed kulluhum mucaafa dhammaantood waa la cafiyaya hal qolo mooyaane halkaa qolo miyaa taqaanaan ila almujaahiruun buu rasuulku yidhi dhammaan ummadda nebi maxamed ummaddayda ilaahay wuxuu yidhi wuu cafiyaya jannaday gelayaan ila almujaahiruun kuwa intay xumaanta ku dhacaan xumaanta weli ku faraxsan ean ka toobad keenahayn ee weliba lasoo jahraaya mujaahir waxaa la dhahdaa xumaan buu ku dhacay dan iyo maraatuna kama leh haddaa buu kusii jiraaba ila almujaahiruun walow kaana dambu mutacalliqan biaadimihi min ikhwaanika haddii dembiga aad ka gashay uu ku xidhan yahay walaalada oo muslin ah ama ree aadana gaal iyo islaam fa calayka an tajtahid waxaad ku dadaalaysaa hee an tarudda hada alxaqa liahlih qofkii xaqaa kugu lahaa inaad iska celiso laakiin kayfa yadhabu man waqaca fii kabiirati zina ilaa man irtakaba fii xaqih laakiin waxaa la yaab badan buu yidhi haddaad zina ku dhacday sidee baa xaqaa dadkii lahaa loogu celiyaa haadihi alkabiira liyaquulu lahu qad facaltu kada wa kada laa yastatiic kaasi ma awoodo inaad zino maxaan ku dhahdaa dadkii lahaa aad u celiso waa kow oo falaa calayhi faqad ilaa an maratay an yujadida alawba wa tawba qofku hadduu zinaystay ilay zinadu isagii ilaahay bay u dhaxaysaa qofkii uu ehelkiisa ka sinaystayna wuxuu sheega ma yaqaan ilaahay marka waynuu taabad keenaa ilaa an yujadida alawba oo hintaada iyo murugtaada iyo toobadaada waa inaad cusboonaysiisaa wayabkaa maratay daman bibadali damc waa inaad isku daydaa inaad dhiig ooydo halkaad ilmo ka ooyeyso waan yajtahida fi lcamali saalix camal saalixa waa inaad la timaadaa xataa maratay yurdi rabba tabaaraka watacaala inaad rabbi maratay aad raali geliso canhu maa lam yabluq amruhu ilaa weliyu lamr haddii qofkaa zinada ku dhacay aanu gaadhin arrintiisu weliyulamrigii xadka maratay xadka maxaan ku dhahdaa ka gudi lahaa oo hadduu guur soo marayna dili lahaa hadduu dhalinyaro yahayna jeed maratay dhengad la dhici lahaa liyuqiima calayhi xad allahi tabaaraka watacaala haddii qofka xadka laga ogana
waxa weeyaan marka dembi walba laguma leh, lana xadku marka qofka xadu zina ama xadu sariqa ama xadu dil hadii laga gooyo already dembigu adduunka ku galay, waa laga jaray, waa laga jaray. Bal ee toobad hadduu maratay ku raalli yahay in laga jaro, toobad bay u noqonaysaa oo jannada buu gelayaaba, jannada ayuu gelayaa. Gabadhii saxaabiyadda ahayd ayaana arrintaa u daliila, ayaa cumar baa waxaa la yidhi markii ay maaratay la dilay gabadhii reer qaamidyada ahayd ee dhiiggeedii maaratay ayuu maaratay hadal aan wanaagsanayn cumar ku yidhi. Markaasaa rasuulku ka xanaaqo, wuxuu yidhi wallaahi maaratay taabat toobatan low qusima maaratay bayna ahli lmadiina, haddii reer madiina oo dhan loo qeybi lahaa la wasacadhum, toobad ka waasicsan reer madiina oo dhan ayay toobad keentay, buu yidhi gabadhaasi. Wahal maxaan ku dhahdaa maaratay wahal miyay samaysay, buu yidhi khayran maaratay wax ka khayr badan miyaa qof samayn karaa, an jaadat nafsaha ilaa rabbiha, inay rabbigeed nafteedi siisay oy tiri ilaahayow maaratay maadaama aan dembigaa ku dhacay ha layga jaro si aan jannada u galo. Lidaalika wuxuu yidhi maaratay wuxuu yidhi maaratay wa azufu buu yidhi wa azufu laka alaana haadihi maaratay bushrayaat, bushaarooyin baan doonayaa buu yidhi inaan ku siiyo oo kuugu tahniyadeeyo, sida maxaan ku dhahdaa maaratay zafaafka waxa la yihahdaa qofka marka loo ciyaarayo, waxaan kuu ciyaarayaa oon kuugu tahniyadeynayaa buu yidhi sida arooskao kale maaratay bushaarooyin, min kalaami maaratay raxmati lmuhdaa, rasuulkii raxmaddii ilaahay dadka uu usoo hadiyeeyey hadalkiisa qaar ka mid a ayaan idiin sheegayaa buu yidhi. Wa nicmati lmusdaad, iyo nicmadii ilaahay subxaana wa tacaala uu dadka ku galladaystay waa rasuulke calayhi afdalu salaati waaska salim waaska maaratay waaska salaam, ilaahay nabadgelyooyinka iyo maaratay naxariista naxariisaha ugu fadliga badan leh iyo nabadgelyooyinka kuwa ugu dahiran guudkiisa ahaatee. Muxuu rasuulku yidhi binisbati lilqatl, marka laga hadlayo dilka, rasuulku wuxuu yidhi faqad rawa albukhaariyu wa muslim min xadiisi abi saciid alkhudri annahu qaala, wuxuu yidhi qaala sala allahu alayh wasalam kaana fii man kaana qablakum, rasuulku wuxuu yidhi waxaa idinka horreeyey nin qatala 99 nafsa, 99 nafood buu dilay, fasaala can ahli lcilmi can ahli lard, wuxuu weydiiyey can maaratay fasaala can aclami ahli lard, dadkii wuxuu weydiiyey adduunka yaa ugu cilmi badan, fadulla calaa raahib, nin waxaa la tusay cibaado badan oo meel jooga raahiba suufiya ay calaa caabid, fa ataahu ninkii buu yimi, faqaala wuxuu yidhi innahu qatala 99 nafsan, naftaydan isagoo naftiisa ujeeda ninkani wuxuu dilay wuxuu 99, fahal lahu min tooba, toobad ma lee, faqaala wuxuu yidhi kii suufiga ahaa laa, buu yidhi anigu toobad kuma haya, nin 99 dilay, faqatalahu wuu dilay hadda isagiina, fakamala bihi miya, boqol buu ku dhamaystiray. Actadiru maaratay liyaquula kalimaatin qaliila jiddan wasaarjicu lilxadiisi biidni illah, intaanan xadiiska ka waramin kelimaad baan idin odhanayaa buu yidhi. Falaqad qaraatu liaxadi alafaadil fii maaratay fii cumuudi min alacmidati maaratay alsaxiifa, nin baan akhriyey buu yidhi jariidad ka mida jaraa'idka dadka soo saara ayaa waxaan ka akhriyey, xiina samica hada alxadiis, markuu warkan maqlay, maratan min caalimin, nin sheekha ayuu ka maqlay, aw min khadiibin buu ka maqlay, fii masjidin jaamic, faqaala alkaatib, kii saxiifadda ama jariidada qori jiray baa wuxuu yidhi haadaa kalaamu alkhadiir, buu yidhi hadalkani waa hadal khatar ah, wa haadaa kalaamu alfaadi, waana hadal aan loo baahnayn, xadiiskan rasuulku sheegayaa ninka jariidada qoraya, antum haadaa taftatixuuna abwaaba lilqatl, inaad tiraahdaan nin 99 dilay baa dembigiisii loo dhaafay, wadaadadu dadkay doonayaan baa layidhi inay laayaan, waxaa furaysaan buu yidhi albaabadii dilka. Wa bacda dalika yaquulu alqaatil ana uriidu an atuuba, intaad tiraahdaan waa la dili karaa inuu hadhow marka ninka qaatilka yidhahdo waan toobad keenaya, wa ana aquulu lahu, buu yidhi sheekhu, ninkaas jariidada qoray ee xadiiska rasuulka yidhiyaan dadka loo sheegin xadiiskaasi dadka ayuu laynayaay, waana aquulu lahu, waxaan odhanayaa buu yidhi abadan yaa ustaad, laysa hada huwa almacnaa walaa huwa almuraad, sidaad u fahantay xadiisku maaha, buu ku yidhi xadiisku sidaad u fahantay maaha, in la leeyahay qofku intuu wuxuu doono iska dilo uu toobad keenaa laga dhaafayaa arrintu sidaa maaha, buu yidhi. Waqad bayanaa xurmata maaratay bayanaa xurmata dima, dhiigga xaaraanimadiisa waan soo sheegnay, buu yidhi. Wadakartu ana allaha lam yadkur fi lqur'aan alkariim kullahu waciidan fi lqatli akhdaru min hada alwaciid, waxaan soo sheegay buu yidhi qur'aanka ma jiro markii lagu sheegay dembi gaalnimona ku dhaho dilka ilaahay waciidka iyo jahannamo iyo waxa loogu talagalay qofka dadka laaya cid ka adag ilaahay ma soo sheegin. Kama qaala tacaala, ilaahay wuxuu yidhi waman yaqtul muuminan, qofka muumin dila mutacamidan isagoo u kasaaya
فجزاه جهنم كاسي جهنم قال يا خالدا فيها سو كوارايا وغضب الله عليه كاله باو عرضي ولا عنه الهي نحرسي سكفغي وعدل له حدود يا رجلي عذابا او عديما وي كاسبا يا قران كلو شاي فهذا هو وعيد رهيم للقاتل ووعيد لقبغضه والرهيبه وننك قفك وحدي لا اسكلي لكن هذا الحديث الصحيح يفتح بابا لهذا الصنف الذي تجرى على مارتي سفك الدماء وعلى مارتي سفعها بلا مارتي بلا مروءه ولا دين لذلك لكن هذا الحديث بولا الصحيح يفتح وحفر يا ابو الحديث كان صحيح هاي يفتح الباب لهذا الصنف الذي تجرى على سفك الدماء نوع ديق دادي كل يردي وعلى سف وعلى سفعها بلا مارتي مروءه ديق اسك سيره ايغو مروءه ايو ان مورال تون هين ولا دين دين الان اسك سيره وما ذلك نقول له حلالنا هي هيا اسغ او حمانته كدعي او كفرغي وخما كدعي الى ديق المسلمين تين لبنيستا يديق ادمه هو غالمو وغالمو ان لبنيستا قفكو غالمو كدعي هدي وما امرتي سي معسيه ودلينا ذنب كبير ابو كدعي كاسا وحنا نقول له حلالنا هيا وركالم لنا ظهر يدك من هذه الدماء ديقات كدعدي يا حمانته كدعدي آخرك هلاقيسا كالا يا مارتي طريق أد رأتسو أد كجبحضو فإن باب التوبة الباب كالتوبة مفتوح وهي لا يغلق حتى مارتي تقرقر لم يحرق إلا أي نفتق مارتي يلكن لون تسوق عدو أو تضلع الشمس أما عد أدو يكسو بحضو من مغربها حق قلبتك فما عليك الآن إلا أن تظهر قلبك من هذا المعتقد الفاسد وحان كوشي يقول نيك بوك صحيفة قرية مجريتك قرية اعتقاد كاك خلدن قلبي هذا كان نظيفي وأن تقرأ بابا مرتي أساس فان لاني بقول ما يوحد ترى هذا فما عليك الآن منك ليك جيستي قوت كيس ما هم بانو لاني إلا أن تظهر حلنا هنا تظهر تمو يا قلبك من هذا المعتقد الفاسد اعتقادك حما يدلك يزندي يا حمانتي أذكر عضي وأن تقرأ بابا التوبة الباب كالتوبة ده أذكر عضي وأنت على يقين بأن الله سيقبل منك التوبة أدواء من سنة إلهي التوبة ده كأقبل أيو لكن هذا الراهب العابد من كان راهبك عابدك الذي أفتى القاتل بفتوى لا تنضب مرتي لا تنضب مرتي لا تنضب محاكر مرتي لا تنضبط ها مرتي لا بالقرآن ولا بالسنة نكي صوفيك ها محاكر عي ايو يلي سيالي سياش مدلة توبت ما هيسا ايو يلي توبت كوما هيو ايو بغل كقدي محاكر عي لأن الصوفيك وحا كلي في بولي جهل بو فتوى دي فتوى عن قرآن كي سنة وافق سنين ايو فتوى دي بأنه ليس له توبة إنهم توبة نكر الهين قد أقلق قد أقلق وحو كحري باب الرجاء في وجهه نكن الباب كرجد كحري وقنضه من الحياة نرشي بكقوسي ومارتي والرجل يريد أن يبدأ صفحته جديدة نكن نوح دونيا إنه صفحة عصب إلهي أفرته وحكوب يعني هي صحابة رضوان الله عليه رسولك سوء إسلامي قال لماذا أي سمين شرين عرورتو دي حبال نلوليين iyo dadka ay soo laayeen iyo shirkiga ay ku dhaceen iyo gaalnimada ay soo sameeyeen yaani dad la daayay iska daayay wax la markay wax cid qiyaasta ay qiyaas kartaa ma jirto markay islaameen ay toobad keenay ilaahay diintiisi ay qaateen subhanallah waxay noqdeen dadka adduunka ugu qiimaha badan leh lidalka toobadu qofku dambi kasto ku dhaco dambi kasto ku dhaco toobadu way nadiifsa rasuulku wuxuu raal islaam yahdi ma qabla islaamku wuxuu switch the switch on the light bro islamku switch on the light yes islamku yahdimu marti ma qabla islamku wuxuu dumiyaa wixii xumaanad samaysay oo dhan hadda soo islaamto adoo gaal ahaan jiray wa tawbatu tahdimu ma qabla tawbaduna waxay dumisa wixii aad soo samaysay xumaan oo dhan wanaag bay ku bilowda lidalka aya ninkani marka uu ninki suufiga aha uu dilay marka waxaanu leenahay buu yidhi فعلنا أن يستفاد في الحديث لا يفتح باب الجرأة حديث كوكور رمي ماي إنه فرو الباب اللي يقول يرنا على سفك الدماء لأن ديجة آيات بوطة الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما بوطة الله مرك حديثك نينك تاكل عيبا دبل لو قد بتقيا لأن أنت بلندتك الدنوبها ووين كل عاه إلهي قفونا حريستمو يا كما صنع غلامبا كما صنع غلامبا بدن كود قالوا وقوا إن يربى إسلامي صار لذلك في الحديث لا يفتح باب الجرأة على سفك الدماء لكن وحفر يا بل يفتح باب الرجاء
qofkii soo noqonaya albaabka rajada uu furaya liman ludikhat yadaahu biddimaa mid maaragtay gacmihiisa dhiig la geliyey wa araada an yatuuba ilaa rabbi alardi wassamaa doonayay inuu toobad keeno rabbiga dhulka iyo samaawaadka yaftax baaba liman waqaca fi hada alkabiira albashaca almurawaca nin yani kabiirada xun ee foosha xun ee murawaca dadku ay ka baqayaan dadka cabsi gelinaysa ku dhacay baa ayuu ilahay maaratay ayaa ilahay toobad u furaya yaftax illaahu lahu baaba tawba walowba albaab toobada iyo albaab soo noqosho u furaya walaa tasixu toobatahu ilaa binadam toobaduna ma ansaxda ilaa qofku murugoodo calaa maa jannat yadaahu labadiisa gacmood waxay geysteen ka murugooda waliqlaacu an hadihi alkabiirati alkabiira oo dembigaa weyn ee weyn ka maaratay ka baxa wa camila saalixan camal saalixa la yimaada allatii maaratay turdi aad ku raaligelinayso rabb alardi wasamaawaati alculaa hada huwa muraadu nabiyina maxamed sala allahu alayhi wasalam ayuha alustaadu alfaadil saasaanu kulan buri ninka saxiifada qorayo wa hada daliilu aakhar fii qaayati arawca wajimaal daliil kalaan idiin keenaya buuhu cajab badan iyo qurux min kalaami sayid alrijaal oo sayidkii iyo hogaamiyihii ragga muxamed ibni cabdillaahi calayhi afdalu salaa nabadgelyo naxariisi guudkiisa ta ugu fadliga badan leh ha ahaato waaska salaam iyo nabadgelyo ta ugu dahirayne wasaacuudu waxaan ku laabanaya buuhi alxadiis alawal marata thaaniya mar kale aan ku laaban doonaaye laakin uriidu buuhi an udalila waxaan doonayaa buuhi inaan idin daliiliyo calaa maa awsalahu alaan wixii maaratay aan gaadhay liannanii uriidu an ukhaadiba alqalba waxaan doonaya inaan la hadlay buuhi qalbiga iyo walcaqliga fii awaanin waaxid mar qurax marka xadiiska dheer wuu ku noqon doonaa ninkii sagaal iyo sagaashan ka dilay ee odaygii jaahilkaa boqol kaga dhigaye wuxuu yidhi sheekhu faqad rawa albukhaariya wa muslim wuxuu mariyey bukhaari iyo muslim xadiis kale ayuu dhexda soo geliyey min xadiisi abu hurayra ana nabiya sala allahu alayh wasalam qaala fima yaxkii can rabbi nebigu wuxuu rabbigii ka xikaayooday waa xadiis lqudsiya can rabbihi ayaa wuxuu yidhi adnaba cabdun adnaba ilaahay baa wuxuu yidhi adnaba waa dambaabay cabdun addoon baa dambaabay muxuu ku dambaabay dembin dembi buu ku dhacay wa ana wa anta daliku alcabd sheekh wuxuu yidhi dembiga addoonka dambaabay waa aniga iyo adigoo kale cid kaleba ha fiirin asal llaha an yantuuba calayna jamiican linatuuba ilayh ilahay waxaan weydiisanayna inuu naga toobad aqbalo toobaddiisana waafajiyo fa qaala ilaahay wuxuu yidhi addoonkaygii wuu dambaabay wa fa qaala markuu dambaabay wuxuu yidhi allaahuma ilaahay waqfir lii ii dhaaf dembi ilaahu dembigayga ii dhaaf addoonka yidhi waa kow sheekhu wuxuu yidhi wa ilaa fa ayna yadhabu almundib alxaqiir alcaasi ilaa ilaa raxmaani araxiim qofka miskiinkaa muuminka ahi markuu dambaabo haddaanu ilaaha raxmaankai raxiimkaa qaban xagguu aadi lahaa jalla wacalaa yaa rabbi in cadumat dunuubii kahratan falaqad calimtu biana cafuka acdamu nin baa gabiyo wuxuu yidhi rabbiyow in cadumat dunuub maratay dunuubii kahratan haddii dembigaygu uu farabatay oo weynaaday falaqad calimtu waxaan ogaaday bianna cafuka acdamu cafigaagu inuu ka wen yahay dunuubtan galay ayna yadhabu mudnibu qofka dambaabaya xaguu qabanaya ila allah alxaliim almanaan ilaaha dulqaadka badanee galladaysiga badan le keligii buu aadaya wa ayna yadhabu alfaqiiru ila alqina qofka faqiirkaahi markuu gaajoodo abaarahan oo kale dhacaan xaguu qabanaya ila alganiy ilaaha qaniga albaabkiisu waasica yahay wa ayna yadhabu addaliilu qofka la dullaysani xaguu aadaya ila alcasiizi tabaaraka watacaala ilaaha ciziga le isagoo aan dulloobin ayuu dulliga inuu kaa qaado ilaahay laga weydiistaa wa ayna almafar ka cararaya xaguu cararaya wa ayna tadhabuun xaggay qabanayaan laa malja-a ma jiro meel lagu magan galaa walaa manja-a meel maxaan ku dhahdaa laa malja-a mid la magan galaa ma jiro walaa manja-a meel maaratay laa malja-a meel la magan galaa ma jirto walaa manja-a mid wax badbaadiyana ma jirto minhu ilaahay xaggiisa ilaa ilaahi isaga mooyaane falardu dhulku ardu dhulku waa dhulkiisii wasamaa-u samaa-u samadana isagaa iskale walmilku milku boqortooyada isagaa iskale tabaaraka watacaala lidaalika ilaahay wuxuu yidhi adnaba waxaa dambaabay cabdun damban buu dambaabay faqaala wuxuu yihi allaahuma ilaahay waqfir lii dembi ilaahu dembigayga ii dhaaf faqaala tabaaraka watacaala wuxuu yidhi adnaba cabdii addoonkaygu wuxuu dambaabay damban facalima wuxuu ogaaday ana lahu rabban yakfiru damba wuxuu ogaaday in uu leeyahay rabbi uu dembi dhaafaaya wayaakhudu bidamb oo dembigana hadduu doono ku ciqaabaaya maxaa murugta keenaysa laanna ilaahay dembiga dadka wuu ku halaagaa
oo uu ku ciqaaba hadduu doonana wuu ka dhaafa, taasaa keenaysa inuu addoonku ilaahay albaabkiisa garaaco. uma caada, haddana wuu dembaabay oo faadnaba dembi kaluu galay. warabbu rabb, rabbiga haddana dembiga laga galay waa rabbigiiun. walcabdu cabdun, addoonkuna waa addoonkiiun. oo faqaala wuxuu yihi, ey rabbi akfir lii dembi, mar labaad markuu dembaabay wuxuu ku yidhi ilaahu haddana ii dembi dhaaf maratan thaaniya, nacam, wathaalitha, daalamaa yarjic ila allahi bisidqin, markastuu addoonku ilaahay dhab ugu laabanayo maaragtay wa xurqatu nadim, isaga oo ay gubayso murugtii, walaa maaragtay yadallu xaysu saqad, oo aan ahaanin meeshuu ku dhacay, oo aan macsidii daa'imin oo aan quusanaynin. fahaa hunaa yaqbalu allahu minhu, ilaahay uu ka aqbalaya. faqaala tabaaraka watacaala, cabdii addoonkaygii adnaba damban, haddana wuu dembaabay. oo facalima, wuxuu ogaaday ana lahu rabbun yakfiru damba, wuxuu ogaaday rabbi uu dembi dhaafaya inuu leeyahay. wayakhudu bidamb, dembigana ku ciqaaba hadduu doono. uma caada, haddana wuu laabtayo. faadnaba, wuu dembaabay. faqaala, ey rabbi akfir lii dembi, ilaahu dembigaygii dhaaf uu ku yidhi. faqaala tabaaraka watacaala, ilaahay baa wuxuu yihi adnaba cabdii damban, dembi buu haddana dembaabay. facalima, wuxuu ogaaday ana lahu rabban yakfiru damba wayakhudu bidamb, wuxuu ogaaday rabbi addoomaa dunuubtana u dhaafa, ka dembi dhaafka keensan waaye, toobad keeni waayena addoommada dembiga ku cadaaba ayuu ogaaday. faqaala tabaaraka watacaala, addoonkaa saalixa ah ee intaasoo jeer dembaabay, ee intaasoo jeer albaabka ilaahaysa soo taagay, markuu ilaahay inooga horramay, ilaahay wuxuu yihi miyaa maqasheen, bal ilaahay dhegaysta, war bal ilaahay dhegaysta, walilaahi alxamdu tabaaraka watacaala. wuxuu yidhi ilaahay, faqaala tabaaraka watacaala, ilaahay wuxuu yidhi icmal maa shi'ta, addoonkaygoo waxaa doonta samee, faqad kafartu lak, waan kuu dembi dhaafay. wa fii lafdin kafartu, waan u dembi dhaafay licabdi, addoonkayga, falyacmal, ha sameeyo maa shaa, wuxuu doono, intuu doono, lianna wuxuu kastuu sameeyey wuxuu ogyahay addoonkaasi intuu ooyey inuu ilaahay hortiisa kusoo dhacayo. lidaalika, maalintaad qaan gaadhay ilaa maalintaad dhimanayso, dembigeenna haddii la xisaabiyo waa balaayiin. maxaynu haddana aaminsannahay in ilaahay dembiga naga dhaafayo, inaynu ilaahay albaabkiisa garaacayno, inaynu ilaahay usoo noqonayno? ilaahay adduunka isagaa iskale, cirka isagaa iskale, dhulka isagaa iskale, carabkaad ku dambaabaysa isagaa iskale, caadhkaad ku dambaabaysa isagaa iskale, calooshaad xumaanta gelinaysa isagaa iskale, caqligaaga isagaa iskale, jirkaaga isagaa iskale. ilaahay wuu necab yahay addoommadiisa inuu ciqaabo, wuu necab yahay, ma jecla. ilaahay wuxuu jecel yahay addoommadiisa inuu janneeyo. allaahu akbar. ilaahay gaalnimada addoommadiisa wuu la necab yahay, innagaa gaalnimada doonanayna, innagaa ibliis raacayna. lidaalika ilaahay wuxuu yidhi xadiiskuqudsigaa, inta addoonkayga hortayda imanaya markuu dembaabo oo uu ii toobad keenayo, wuxuu doono ha sameeyo, waan ka dhaafayaa, buu ilaahay subxaana wa tacaala. wa fi lxadiis aladii fi saxiixayn, xadiiska ay bukhaari iyo muslim ku yeeri min xadiis abu hurayra qaala, qaala rasuulku wuxuu yidhi jacala allahu raxma, ilaahay raxmadiisa wuxuu yeelay 100 juzin, boqol qaybood buu qaybiyey. fa amsaka cindahu 99 juz'a, 99 qaybood isagaa haysta. wa anzala fi lardi juz'an waaxida, raxmadda hal qayb buu adduunka usoo dejiyey. fa min dalika aljuz, raxmaddaa qura ayaa tataraaxamu alkhalaa'iqu, dadka oo dhan isugu naxariisanayaan. xataa tarfaca addaabatu, ilaa daabaddii ay kor yeesho xaafiraha, qoobkeeda ay kor yeesho, can waladihaa, ilmaheeda ay kor uga yeesho, khashyata an tusiibahu, iyadoo ka baqaysa inay marka, iyadoo caanaha siinaysa, soomaad arag, caanaha markay hashu, markay nirigta caanaha siinayso, ama faraska bahasha geenyada la dhaha ilmaha ay caanaha siinayso, ama ridu ay ilmaheeda caanaha siinayso, adinka qoobka sare uga qaada, ilmaheeda yar inay ku joogsato iyadoo caanihii siinaysa, oo candhadii iyo naxariistii siinaysa u godlatay, bay haddana diidaysaa inay ilmihii dhibaato u geysato. wakadalika hooyadu waa sidaa, hooyooyinkiin markay caanahayna siinayaan, ilmihii oo caanihii siinaysa, bay diidaysaa ilmihii in inta uu matago in neeftu u neef qabatoobo, markaasay neefti bay ka ilaalinaysaa. iyadoo caanihii ku siinaysa, bay ilmihii qoortii u soo saaraysaa, jirkeedii soo saaraysaa, markaasay cawradeedii qaawinaysaa, markaasay doonaysaa ilmahan inaanu caanihii aanu ku saxan. naxariista khalqiga ilaahay, aboorka iyo cayayaanka iyo bakteriyada iyo kuwa caqliga leh iyo kuwa weyn, waxa khalqi ilaahay adduunka keenay, hal naxariis buu siiyey, ay isugu wada naxariisanayaan. ilaahayna 99 naxariisooda kale
iyo taa uu siiyey dadka boqolkiiba wuu haystaa subxaana wa tacaala, ilaa tan dadka wuu la wadaagaa, tanuu dadka usoo dejiyey wuu la wadaagaa, 99 gaar buu haystaa, boqolkii raxmaba ilaahay baa haysa tabaaraka wa tacaala. Lidalika xataa tarfacu daabatu xaafiraha can waladiha khashyata an tusiiba laqad anzala lahu jusan waaxida ila alardi min hadihi raxma alcadiima, raxmadaa hal jus buu soo dejiyey minha, raxmatu nabiyi sala allahu alay wasalam, raxmadii nebigaa ka mida, wa raxmatu lummi biwalidiha, hooyooyinka raxmadooda ubadka ayaa ka mida, wa raxmatu lwaalidi biwaladihi, raxmada aabaha caruurtiisa u naxariisanaya u lacagta u raadinaya ayaa ka mida, wa raxmatu dabiibi bimariidihi, raxmada ninka dhakhtarkii beeshinkiisa iyo qofka xanuunsanaya ugu naxariisanayo, wa raxmatu lganiyi bilfaqiir, raxmada qofka qanigii faqiirka wax ka siinayo, wa raxmatu lqawiyi bidaciif, raxmada ninka xoogan weyn le ninka daciifka ugu naxariisanaya, kullu suwari raxma alraqraaqa aljamiila, waxaasoo raxmadoo qurux badan oo jamiilada ah, alatii taraaha fi lkown, adduunka aad ku arkayso, inamaa hiya juzun min maaratay min juzi miati juzin min raxmati raxmaan, ilaaha raxmaanka qeyb ka mid ah boqolka raxmo uu leeyahay, ama maxaa la yihahdaa tisciina maaratay yani boqolka raxmo 99 mid ka mida maaratay min raxmati raxmaan jala wacala weeye. Wallahu wallahi man carafa wa carafa raxmatahu, qofka ilaahay raxmadiisa yaqaana ee maaratay raxmada bartay ilaahay raxmadiisana bartaa, laaliyay asu abadaa ilaahay weligii ka quusan maayo. Yaa quusta, waxaa quusta qofaan raxmadda ilaahay aqoon, walaa yaqnadu abada mahma irtakaba min alkabaa'ir wa mahma irtakaba min almacaasi, mar kasta oo kabiiriya macaasi uu sameeyo. Laakiin akhi min alaan utruku dhanb, dembiga iskaga tag, wandam calaa maa mada, dembigii ku dhaafayna ka murugood, wacaahid rabbaka subxaana wa tacaala calaa tawba walowba, ilaahay toobadiiyo soo laabasho soo laabool camalu saalix, wallaahi aladii laa ilaaha gayru sayafraxu llahu jala wacala, ilaahay baa ku farxi doona bitowbatika toobadaadi maratay aw bitowbati bitow maratay bitowbatika maratay wa awbatika iyo noqoshadaada toobadaada iyo maratay yani maratay awbadaada awbadaada aad yani ka murugootay ilaahay dartii u murugootay ee usoo laabatay, wahuwa alqaniyu can alcaalamiin, saaxiibka waxaa ku sugan min xadiis cumar bn khadaab radi allahu canhu qaala qadima calaa rasuulilahi bisabyin, rasuulkiibaa waxaa lasoo qabqabtay dad gaalo ah oo dagaal lagu soo qabtay, faidaa imraatu min sabi, waxaa la arkay gabadh ka mida dumarkii lagu soo qabtay dagaalka, tabtaqi iyadoo raadinaysa, idaa wajada sabiyan, say wuxuu raadinaysaba ilmo yar bay heshay, fi sabi oo dadkii lasoo qabtay ku jirta, akhadatu intay qabatay faalsaqatu bibadniha, calooshaday ku dhejisay, wa ardacatu naaskii nuujisay, id daaca waladu lum daaca maca waladiha caqluhaa tamaaman, haddii hooyada ilmuhu ka lumo caqligeeda luma gebigeedaba, ilaa hooyadu way wareersanayd ilmaheediina dhowr cishay raadinaysay, tafaqada maratay marka tafqudu lcaqla caqligii waayeysa, wa tadiiru sawaabaha sawaabkeedii baa ka lumaaya, way wareeraysaa hooyadu, wa tadiishu minha kullu shay shay kastaa ka lumaaya, wa rubamaa takhruj litabxasa canhu waqad laa tal maratay laa talbit xijaabaha, hooyadu markay ilmaha weyday iyadoo qaawan badarkasayadoo dabadda u carartay bof ilmihii sidaa soo qabay isma oga, waa kow aw kaa maratay aw kaamali thiyaabihaa iyadoon maryaheedii oo dhammaystiran qaadan badarki, laqad daara caqlahaa macnaa caqligeedii baa tegey, walcaqlu manaadu takliif, qofka meesha ilaahay ka kalifaa waa caqliga, waa manaadu takliif, qofka hadduu caqligu ka lumo mukallaf maaha, ilaa hooyadii waxaanay ogeyn baa ku dhacay, wa maca dalika faina nabiy sala huwa yara hadihi lum, hooyadaasoo arkay, waqad wadaca diflan mala calaa sadirha, ilmaheedii oy laabta saartay, wa ardacadhu ay nuujisay, yasalu saxaaba rasuulkii baa arrintaasi way ka faa'iidsanaya saxaabada weydiiyey, wa yaquulu wuxuu ihi atarawna hadihi lmar'a daarixatan waladaha fi nnaar, ma umalaynaysaan ilmaha yari laba jirka ah ee lasoo qabtay ee hooyadaasi ay dhowr cisho raadinaysay imika intay heshay naaska ay ku duday ee ay dadkii ka dhex heshay lasoo qabqabtay, ma umalaynaysaa inay dab ku tuuri lahayd, qaaluu laa bay yidhahdeen maya, wallaahi wahiya taqdiru calaa an laa tadrux, iyadoo awoodda inaanay dab ku tuurin weligeedna dab kuma tuurteen, faqaala rasuulku wuxuu ihi sala allahu slam lallahu ilaahay ayaa arxam uga naxariis badan bicibaadihi addoommadiisa min haadihi tanbi waladiha, sida hooyadaasi ilmihii markiiba ay naaska ugu duday oo dhowrka cishay u raadinaysay oo ay u ooyday, ilaahay baa addoommadiisa uga naxariis badan oo ka jecel sida hooyadaasi ilmaheeda ay u jeceshahay ee aanay marna dab ugu tuuray. Marka dabka inagaa isku tuurayna ilaahay inagu tuuri maayo, inagaa isciqaabayna ilaahay ina ciqaabi maayo, inagaa isxumaynayna ilaahay ina xumayn maayo.
سبحانه وتعالى. قال أحد الصالحين باوحيلي اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي. هو واحد قال تابو إلهي إن هو يدي أي تايدتك يقول حريست بدن لي. وأنا أعلم وأنا أعلم وحكي لنا هاي أنك أرحم بي من أمي إن إله أديق هو يدي يقول حريست بدن تاي. هو يدي ياك أغن حريست بدن الله. وأمي لا ترضى لي هلاك والعذاب. هو يدينا إن عذابي هلاك الأقرب واكو. أفترداه اللي أنت وأنت أرحم الراحمين. إله ما ذو أرحم الراحمين وهو يدي يقول حريص بدن مياد يقرر لنا قندون تاين النار قلو بل أدون كاسي أفكو إلهي كبر يأيك ورمونا قيس إلهو مرة لي بدن وقر نقن إنا النار قلو أدو إلهي أدو آبا ياشي هو يوين كير نقن حريص بدن إدول با الله أكبر. يا أخي ولا الله ذيو أقبل على الله بقوة إلهي قوة دي سأوصل الله ولا تخف مرقون كما قال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة يحيى كتابك وحدك قالت قوة. وكما قال تعالى يا موسى أقبل موسى وحك إلى كل موسى أقبل إسوع قابل بوران إسوع الله ولا تخف مرجون كلنا مقصرون لما أنتن قبض فالبين سويننا وكل مرت وكل بني آدم خطأ إن آدم ردمي ومتقف في بدن وخير الخطائين التوابون كوا وقف كبدن لنا وحوف عن كوا وطابت كان كبدن حتى القتل حتى ذلك. نعم ارجع معي مرة أخرى لحديث القاتل 99 النفسة نينكي حديث كيان كل أبنى سقالي سياشك دلي. قال وحي لرسولك صلى الله عليه وسلم كان فيما كان قبلكم داد كي نكوري ينبا كمدها قتل 99 النفسة سقالي سياشك نفود بدلي. فسأل وحي دي من عالمي أهل الأرض يادوه وعلم بدن فدل وحلة على راهب فأتاه ويمي نين صوفيه فقال وحي إنه قتل 99 النفسة سقالي سياشك بان دلي فهل له من توبة توبة ملايها. فقال وحي لا ماله توبة فقتله يسجن بقلبك كذلك فكمل به مئة أيكو كملي. ثم سأل عن أمرتي عن أعلم أهل الأرض مرة أخرى تذكي وحي دي وعلم بدن نعم فدل على رجل عالم من عالم لا تصي. وهنا سترى فضل مرت علم ومكانة العلماء يذكر دونتا. فقال إنه قتل مئة نفس فهل له من توبة ورب قلبان دي ليه توبة ملايين كاني. فقال وحي نعم وهذا هو نور العلم بل علم غوفر نور كيسة. ومن لم يمرت ومن لم يحول بينه وبين التوبة ومن يحول بينه وبين التوبة أديجي ومن يحول بينه وبين التوبة بوله نين كان بقولك دلي سجية توبة يا كلا يا كلا هرس تاجية. هل هناك أحد على وجه الأرض يستطيع أن يغلق باب التوبة في وجه أحد ميوشر قف الباب كي له كائن كره؟ لا لا يحل لنا أن نتألى على ربنا جل وعلا إن نقف إلى يودم بدافع إن نكررنا نبا وح كررتي إن إلى يودم بدافع إن نقف مركز إلى يودي حديث واحد كتير هب اللو أنا ودم بدافع أديك أنا نرتين كجليي قف نهودر داروري هودر دارون على ربنا جل وعلا. وأن نحكم لفلاني بجنة أو بالنار قف نار يجنب منها حكم لأن ذلك ليس من حق العبيد أرنتي نماها إنما هو من شأن العزيز الحميد إله عزيز كحميد كواس كلا سبحانه وتعالى الذي يعلم خاتمة كل إنسان إله خاتمة قف البوق. فدل على رجل عالم نمبالت عالمة فقال وحولي إنه قتل مئة نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة أدي توبة دينك أغبا دينك العلية. لكن هناك شروط للتوبة وهي شروط التوبة محاكمة. قال المارتي العالم البصير وحوري عند الاقتق شروط التوبة وشاك استعق إلى أرض كذا وكذا للك نسكي تقبول وللك هل كاية هل كاسة تق فإن مارتي بها أناس يعبدون الله داد أقوان لي ودين لي وإله كفية عن باتشوغا فأعبد الله معهم سيادو توبة كانت تدكاو تق ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض الصو لكن بقولك قف كدي شيء وارد الحنس كجتك بكوير اللي ولا بدلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم نفت بدل بور لكن بدل دتك لا تشوف تي أصحاب هذا نبدل حمان تذا نبدل وأنا كبدل ميل وأنا سنقبو هذا ده حيسك جروي ده حتى صاحبك حجابك أيامك أحمضي صاحب بدأ بدل سروال لذا ضبط مارت لقيت إذا بعد لا هي مسح بعد حيرتها صاحبك بدل دين تهدون سنة براتو تذكر دين تهيقان مارتي راع ساسوي لا بد وأن تغير مارتي بيئة المعصية بيئة المعصية لبدلها والصحبة التي مارتي أزدك أزن على الزنا يعني هي حمانة صاحبتي إن ماذا كوك اللفتي إن الزني ستال لقيت أي لقى عرة وعلى الوقوع في القتل إن وحدي شو هذا دور لور أسكاري ونقطه سوي حدي لميسي
maxaa kuaga dhigay وعلى شرب الخمر كوا خمر كعبة يا لقف هذا كوا سيار كعبة يا لقف هذا ولا بد وأن تتخذ مرتي قرارا بقوة مركا توبت كين يسق قرار بالغربة والرجولة يرجع نمو وهم عالية يهم عالية وعلى القدر مرتي وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم نكي جبيري وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم ضدك جوان كلا جوان كود وحكوي مادة أنت جوان صدان إلا هذا نوقف جوان الهين يعني هي الدقانيق كما كعضه إيه دائما كي مري مريسة محايا القرآن ملها وتأتي على القدر الكرائم المكارم قف كشرفتي سنة قرآن كشرفت لا أو قاتب كحرة أنت شرف لي وتعظم في عين صغير صغارها وتعظم في عين صغير وتصغر مرت في عين العظيم العظائم وتعظم وينام بولي في عين صغير يعني كي صغير كها إشيس ها مرتي مرتي ها صغار ها بيكوينان وحي أي مرتي يعني وتعظم في عين صغير إشا كير وحا كوينان هذا بلو في مرتي صغار ها توين بكوينان وتصغر في عين العديم عظائم محلو جدا قفكو هدو دولي هاي ذنبي كستو أو صنايو أو وين أكتي سوي كويرت قفكا مومن كيوان أكسنينا ذنبي غير مركو صنايو أكتي سوي كوينت لذلك وحوري وتعظم في عين صغير ويكوينان إيشا إيشا كير وحا كوينان ها مرتا استقارها وحير يرابا كوينان وتصغر في عين العظيم كوين إشي سوحي كيران العظائم وحيوة وينابا كيران وإذا كان النفوس كبارا وحيري هذي نفتي نقطة وإذا كان النفوس كبارا ها تبعت في مرادها الأجزام وإذا كانت النفوس هذي فيه يهين كبارا قار واوين تبعت في مرادها مراد كان نفتاس وحي راعي مراد كذا الأجزام وشركو اللي شركو مربى النفط ولا صعدا شركو مرول با نفتا اياه جامسة نفتا اياه جامسة هذي نفتا دو نفس الرئيسات هاي شركة قو في عنانية هذي نفتا دو نفت اللي يتهي شركة قو دلوبية نعوذ بالله ثم لا بد وان تتخذ قرارا بالرجولة وان تبدل الصحبة سيئة حمانتا دادك اصحابتا دو حم بدل سال طوبتك انتو وان تتمثل امر حبيبك المصطفى ارنك رسولك وكوشا يراع صلى الله عليه وسلم الذي قال لا تصاحب رسوله محيي نغي لا تصاحب لا صاحبا الا مؤمنا مؤمن مو يعني ولا ياكل طعامك طعامك انت دا يوم عنين طعامك الا تقي قف الله مرتك بقي مو يعني معني ما هددك اهل معاصا وحبها سين وحا لو جيدا مؤمنك لازم او ددك تقوى له مر وبلا لا صاحب مرك قال كو ددك كان وحبها سين كرتا لكن هدد ددك حماس هدد ددك حم لازم تود حمانسه هدد ددك وناسن لازم تنا واد وناسن اساسا كدغنت لا تصاحب الا الافاضل ددك فضل الا صاحب الا تقيا الى هيك بقيس الا خيار وفي سيح من حديث ابي موسى الاشعر النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحري مثل جليس صالح نينك دد في على فريستا وجليس سو دد حن نينك لا فريستا كحامل المسك ونين لا فريستا نين يبنى يا عذر اما عذر سته والنافخ الكير يمد به في مدى يا مارتي دبك شدا فحامل المسك منك مسك مارتي ستا إما أن يحذي كينو كورسيو وإما أن تبتاع منه إن العذر كيف ستو وإما مارتي أن تجد منه ريحا طيبة إن الأول ونكسن كهش ونافخ الكير كبو في ماذا بو فين يدبك شدا يا إيه لقرت إيو قشنك يقولون كجبايا إما أن يحرق ثيابك إنه مريها كجو وإما أن تجد ريحا مارتي خبيثة إن أرحم كهشو وهذا ليس تحريما للعمل الحدادين دتك حدادين تبرت تميان بو في ماذا بو في ما هين لنا عايو حاشا وكلا أرد ساس ماها ولكن تشبيه للجليس صالح وجليس سوء هل كانت فريسانة سيد كو عويني سوء أياك لدوان فانتبه لها مرت له أشد الانتباه قف بو في ماذا بو في مو من بون غنكرة إساق اللومة جيدة شغلي سوحة لو جيدة لبضع ميراض أمي كليهين قفك وانا ساحبك وحمي ساحبك وانا سني لا تدخل مارت بيت لا تدخل بيتك الا الاتقياء قري هاغا دمرك يا هبلهاغا هو كيني ركحن دد وناكسن وكان ولا تقدم دعامك وشرابك
انتظر دي شراب كاغنا هو قديمين الا لاهل السلاح تذكر وانا اكسن موياني واهل الفضل والتقى والدين فلا بد من تغيير البيئه بيئه هذا بدل فهذا العالم يوصيه وحكولي نكي ويقول له حكولي انطلق الى ارض نكي بقول لك ندي له حكولي تق ارض الكذا وكذا فان بها اناس يعبدون الله اله دتك عابدات شوغ دد اله عابد يا شوغ في عن فاعبد الله معهم اله معود لا عابد ولا ترجع الى ارضك فانها ارض الصور لكن حمسكتك فخرج وابحي وعقد العزم عزيمه دي بوغوسيه توبدي ونيه ومارتي وبدا بفعل فعل كيبو بلابي وكو يسير نحو ارض التوبه والعباده قلك عباده هي توبد ادي لم ينوي مجرد نيه وفقد وترك التنفيذ نيه قول الله ايمان صعد كينو كدر عمل بليم الا بل نوى ونيه وتحرك بالفعل فعل كينو ليم يقول الحبيب المصطفى فانطلق واتقي فاذا حتى اذا مرتي نصف طريقه مركو طريقي كالبري ووصل الى منتصف الطريق كالبر وقاري بين ارض مرتي بين ارضه دولكي وارض السوء والمعاصي بين ارضه دولكي ونسناي وبين ارض مرتي وبين ارض السوء والمعاصي دولكي معاصي اي وكتي برتن كيس مركو مريو وبين ارض طاعه يا وطوبه دولكي سي دولكي معاصي يا مركو مريو دولكي دولكي طاعه يا توبه يا عباده ها فانطلق حتى اذا نصف الطريق اتاه الموت جيرد بوتني فاختصمت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب لبدي ملائكه ودبا كدوداي ملائكتي عذابت واحد اني كان ولي جيب خير ما سمين عذاب كانوا جيننا ملائكتي رحمه دون واحد ادن وتوبت كاني فقالت ملائكه الرحمه جاء تائما مقبلا بقلبه الى الله اسقوا توبت كاني او الهي قابلي ويمي واكو وقالت ملائكه العذاب واحد اهدن فقالت ملائكه العذاب واحد اهدن انه لم يعمل خيرا قط ولي بخير ما سمين فاتاه ملك في سوره الادمي الهي ملك بو صدر ملائكتي وقرنقه قرن عذاب في كيما دين قرن جنده ور الا ان ور ارغني ملائكتي قرن جنده كيما دين قرن عذاب في كيما دين قلنا واحد انا سين كان عذاب قبت قلنا جنده ملك بو الهي صدر سوره ادمي لي ومحو كيدي وحو كيدي مركا فاتاه ملك في سوره ادمي فجعله بينهم نوقر قاد بينهم اي حكما بينهم بكيشن فقال وحيدي قيس ما بين الارضين وحصو قياسا دولكا وكيمي وكتوبت كان يا دولكا توبت دي وسعدي ميدل بينتو اجرو اي بين ارض التوبه وبين ارض المعصيه فالى اية مرت فالى ايتهما كان ادنى فهو له هدو دولكي حمانتا اجري ودوادي حمانتا ملائكتا عذابتها قادتو هدو دولكي وناقا ودوانا ملائكتا جنتها قادتو يقول الله تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأوحى الله إلى هذه أن تقربي مرك وحي ودوا بالي تاكو ديني حمانت انت اني ملائكتو تاكين با إلهي أمر سي دولكي ومحو كويلي أن تقربي سودو بويت وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي دولكي حما وحي كلفقو دولكي وناكسنانا وحي سودو إلهي بوحي ودي وقال قيسو بينهما مرك ساوح للقياسة فقاسوا المسافة مسافة دي قياسين فوجدوه أدنى إلى أرض التوبة إلي إلهي با شقدي سيقبته إلهي نمو جنة لدونا يو يا كعلين كرا إلهو جنة النصي إلهو ديخ سبات تهي إلهو وناكسنا تهي إلهو خير بات تهي إلهو مد وناكسن باتهم معان إلهو ربي ورحمن بات تهي إلهو كانو شعلين باتهن أبوري إلهو عقاب كاقا ما أودنو إلهو دنبقى يقو بدن يهي إلهو الباب دادانو مارك تيدهر تاقن هي إلهو قعمه يغهن وعلن إلهو قعمه يقدبه وعلن فوجدوه أن إلى أرض التوبة بالشبر تاكو أيو دولكي مارتي ودوا وناكسنا فقبضته ملائكة الرحمة ملائكة الرحمة قاضي شنذا لقبت سي برحمة من الله جل وعلا تاب عليه وفي الرواية فغفر الله والله دم بردافي والله دم بردافي هل قسن كوكب جبيني جزاكم الله خير وحلقي صلاة يدا عسر أيالا قريوان تكني إن شاء الله دانك لنا هولك لنا والله هاي عاوة والله الحمد تفسير كي مجرو إن شاء الله أولك لك يعني عاوة كو مشغول سنة هاي أو أبارها إيه مارتي لقاها هلا يو داد بان لبالا سنة إلى هيد بركيو ميل فن ريسن لغو سمينا يجزاكم الله خير مركا درسي كان شير قرايا وانا صوردي قدونا مارتي بيج كإنا عاوة تفسير جرين أنسوسو دعين جزاكم الله خير توبادة إيه خير كنا أن مارتي ينصوصة نا أن كفا يدسان الدين تنفيدية يوتيوب كان مارتي إيه هالكمبا شير قرية ودروس مارتي يعني فافية إلى هين بركة وصلى الله على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خير. إلى هنا ما تنين بركاته.